محمد مهدي الجواهري، إنه الشاعر العربي المعروف، شاعر النجف الأول وشاعر العراق الأول، بل هو في الحقيقة شاعر العرب الأول، إن لم تكن عند العرب حساسية من ذلك. من وجهة نظري إنني أعلي شأنه الشعري على شأن المتنبي وعلى شأن المعري من خلال المقارنة فيما بين أشعاره، أشعار الجواهري وأشعار المتنبي والمعري ومن يماثل هؤلاء من كبار شعراء العرب. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات. يا أبا فرات، كأنك تخبرنا عن النجف في هذه الثواني، إنك تفرغ عن حقيقة موجودة في النجف عايشتها أنت يا أبا فرات، وكفرت بدين النجف وذهبت مسرعا راكضا إلى الملاهي الليلية في بغداد، كنت تتسكع في أجوائها ما بين كؤوس الخمر وبين صدور الغانيات. يا أبا فرات، إنك تقول حقا وتنطق صدقا في هذه الكلمة، إنها شهادة حقيقية أصدقها وأقول للآخرين صدقوها، والمسؤولية في رقبتي. هذه حقائق، حقائق. وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة. من هم هؤلاء الذين تحكموا بالدين؟ تحكم باسم الدين كل مذمم. من هم المتحكمون بالشيعة باسم الدين؟ إنهم المراجع، مراجع الدين الذين ماتوا والأحياء والذين سيأتون. هؤلاء هم الذين تحكموا باسم الدين، بالذين يقولون نحن شيعة علي وآل علي، وعلي وآل علي براء من هذا التشيع. تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات. وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأداة. وخلفهم الأسباط تترى، ومنهم من المراجع ومن أسباطهم، ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات. وهذه حقيقة، حقيقة، والله هذه حقيقة. ورأس الحسين بن علي بن أبي طالب هذه حقيقته.